المجتمع المحيط بيها. فمن المهم اللي بيشتغل مع اللي بيشتغل على القضية دي أو القضايا الاجتماعية ياخد باله وتعمل مجهود اساسي واصيل من المنسقين والعاملين في الجمعيات. احدد بالاسم لو تسمحوا لي، استاذ محمد جزر، استاذه ايناس، استاذه فاتن، الاستاذ عبد الله، والدكتوره رضا. فمن فتره قريبه جدا بس في 2012 جاء مركز اسمه مركز وسائل الاتصال والمراقبه من اجل التنميه اكت، ده حب يعمل معانا زي نشاط مشترك لمكافحه الاتجار في الفتيات والسيدات عن طريق تقديم بعض الخدمات وفي نفس الوقت نساعدهم ان هم ما يقبلوش على الاتجار ده مره اخرى. بس فعملنا شويه انشطه، اولا عملنا توعيه لبعض الناس من خلال الندوات، وحابين نعرفهم ان ده اتجار، ان حد لما يتجوز بنته بره وياخد مبلغ معين ده اتجار، ما حد لما يتجوز بنته بدري بردك مقابل مبلغ معين ده اتجار، ما حد لما يجبر بنته على العمل ده اتجار، ما حد لما يجبر السيده اللي هو متزوجها ده اتجار. ففي النهاية وصلنا إن الناس عرفت يعني إيه إتجار، وابتدت النسبة تقل بس ما اتمنعتش. الدولة برضه في بعض المعوقات، المجالس القومية المتخصصة اللي موجودة، المجلس القومي للمرأة والطفولة، المجلس القومي للمرأة، مش شايفين أي حاجة، مش شايفين غير دراسات وبيعملوها. ليه ما يقفوش مع مراكز الوسائل، مع الجمعيات، مع الناس ديت، ويبدأوا يحلوا المشكلة؟ لما تتدخل المجالس القومية هيبقى في تدخل، هيبقى في حاجات أكتر لأن الدولة. إنما اللي أنا شايفه إن المجالس القومية المتخصصة مجرد مجالس موجودة فقط، ما بتقدمش حاجة لولا منظمات المجتمع المدني ومركز الوسائل والحاجات اللي هي بتساعد الجمعيات. الجمعيات مش لاقي حاجة. النتيجة اللي أنا خدت مجموعة من تنمية القدرات عن طريق أكت، إن أنا أعمل بعض التدخلات اللي تفيد المستفيدة وتخليني أقدر أحللها المشكلة بشكل أسرع وتفيدها وتديها الحل السريع. يعني لما حليت المشكلة مع سيدة متجوزة من شخص أردني وبعدين شخص يمني، وكانت المشكلة كانت عويصة جدا، وتدخلت تدخل معنا يعني عملت تدخلات مع مراكز تانية شغالة في نفس الموضوع، فبدأ الموضوع يسمع، فبدأت الستات تجي تجيب ستات صحابها بأشكال بقى مختلفة، اللي عندها اللي ما عندهاش نسب لأطفالها، اللي هي عندها قهر من زوجها، اللي تعرضت لحوار، فبدأت السيدات تعرف المكان وبدأت إن هي تتردد عليه. اللي احنا تعرضنا ليه، المعوقات اللي احنا تعرضنا لها في اول المشروع، ان احنا مجتمعنا مجتمع مش عايز يقبل قصة ان هو عنده عنف او ان هو عنده اتجار. اولا ما يعرفوش حاجة عن موضوع الاتجار دوت، ولو انا كنت اتكلمت عن موضوع الاتجار كان انا شخصيا كان حصل لي اتجار.